النوع الآن في مجتمعنا البسوق بنات الناس من الطرقات بالعربات ويودوهم داخل البيوت والأوكر ويفعلوا بهم الفواحش. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ربنا ما شايفه يا أخ. أزول عامل فيها الدسة يقول لك عندنا شقة وعندنا وكر ما في زول بيعرفه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تعتمشي وين بعد من الله؟ تعتقول شنو يا الله؟ ربنا ما بيعلمك؟ ربنا ما بيراك؟ سبحان الله. التوحيد يا اخواننا عنده قيمته، عنده قيمته في الاخلاق. لذلك قال شيخنا محمد سيد حاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه لما تكلم عن بؤرة الشرك في مقابر حمد النيل، لما جابوا اخبار انه فيها فساد اخلاقي، فيها فساد جنسي، فيها مخدرات، فيها قال والفساد الأخلاقي يكون في مكان الفساد العقدي، لأنه لما ضاعت العقيدة ضاعت الأخلاق، أخلاق بتضيع، لأنه زول ما بيخاف من الله، زول ما بيخاف من الله، زول ما يرعى لله الحرمة تبارك وتعالى. عشان كذا تضيع الأخلاق تبعا لضياع العقائد. لو داير زول تنصلح أخلاقه علموا العقيدة، وإنه يخاف الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام قال الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ما أحوجنا إلى هذه المعاني، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق، ما أحوج المجتمع إلى هذه التربية. من يكلم الناس؟ من يعلم الناس؟ من يرشد الناس؟ الآن المرشد يحتاج إلى إرشاد والمعلم يحتاج إلى تعليم. ضاع كثير من المجتمع بسبب الفساد. وإذا كان الأب في البيت بيجي الولد داخل بيلقى أبوه بتونس بالتلفون مع النسوان، بيركب معه في العربية أبوه بشاغل النسوان في الشارع وبتكلم مع البنات. فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والطرب. ضاع كبار المجتمع فضاع تبعا لذلك الصغار. فالمجتمع يا أخوانا يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى تقويم. لكن من يعلم؟ من يرشد؟ من يؤدب؟ الآن الناس ضيقوا على المدارس في دورها التعليمي. وأنا أعمل في هذا المجال، تجد أولياء أمور لما تتكلم مع أولاد ولا بنات في المسائل الأخلاقية يجي يعترض عليك. لو قلت للبنت البس لبس محتشم وتأدبي يجي ولي أمر، وده ما ولي أمر، يعترض يقول لك أنا بنتي مؤدبة. ما تقول لها كده مؤدبة، ما تلبسها كويس يا أخ. يقول لك أنا حجيت بيت الله 3 مرات. والله في ناس بيقولوا زي ده. تجي تتكلم مع بنتي كده، انت لو حجيت بيت الله 100 مرة الواجب عليك تصون عرض بنتك. ده الدين يا اخوانا، هذه الاخلاق التي ضاعت وصارت في المجتمع غريبة. والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصون أعراضنا وأن يطهر بيوتنا وأن يحفظ أبناءنا وأن يحفظنا صغارا وكبارا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.